ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية والصناعة، وأكد مدبولي أن المجموعة تحظى باهتمام كبير في ظل تأكيد الرئيس السيسي على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة. وكلف مدبولي المجموعة الوزارية بمتابعة المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة عليها للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، واضحا أن أي قرارات ستتوافق عليها المجموعة سيتم عرضها على اجتماع الحكومة في الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن 836 ألف مستفيد صرفوا مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بقيمة نصف مليار جنيه في اليوم الأول لعمليات صرف يوليو. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي قد أعلنت عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي على مستوى محافظة الجمهورية. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وخلال استعراضه خطة عمل وزارة التموين أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة ملفات توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد، لإمداد كافية وأمنة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي شركات البترول العالمية العاملة في مصر بحضور قيادات قطاع البترول، حيث تم استعراض الموقف الحالي لصناعة البترول في مصر والتحديات وخطط وسبل مواجهتها والتعامل معها. وخلال اللقاء أكد بدوي أن العلاقات المتميزة لقطاع البترول مع شركائه ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه صناعة البترول وتعمل بجدية لحلها ووضع سيناريوهات واستراتيجيات لضمان عدم تكرار هذه التحديات. ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تراجع الطلب الصيني، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو ما يعادل 2.1% لتسجل 84 دولارا و83 سنتا للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 2.1% ليهبط إلى 82 دولارا و7 سنتات للبرميل.